ها لقيت البضاعة هذه لسه دخلت جديد، أول يوم تدخل لها لقيت مقطوعة ثلاث شهور البضاعة هذه، واليوم دخلت أول يوم، وأسعارها غالية وإن شاء الله الأسعار بترخص أقل من هيك، وإن شاء الله بصير تحسن ويرفع الرسوم والضرائب على الناس، خلي الناس تقدر تاكل، لأن هذه بالنسبة للمواطن هذه البضاعة غالية هلقيت، غالية جدا، لازم تخف لأنه الناس مش متحملة غلب المرة، الناس كلها جاية مهجرة في رفح. كلها جاي مهجره، الناس ما حاش تشتري كلمنتين الكيلو ب10 وبرقان الكيلو ب10 وعنب الكيلو ب15، الناس مش قادره على الاشي هذا، والناس وضعها تعبان تحت الصفر، وان شاء الله بتخش وتفتح باقي المعابر وتتسهل الامور افضل من هيك ان شاء الله، لانه وضع الناس صعب جدا. بدنا يعني خلال اقل شي شهر او شهرين لما تضل البضاعه بشكل مستمر تنزل بنحس انها طبيعي نزلت البضاعه، بحس المواطن ان في فواكه، فواكه ياكل يعني البرقان الكلمتينا العمان التفاح، يعني الاشياء هذه بقت محرومين منها جدا، هلقيت بدينا نشوفها بالاسواق، نتمنى ان المعابر تضلها فاتحه. طبعا لما نبلش المعبر يفتح والتجار يجيب البضاعه الفواكه والبضاعتين بدأت تنزل الأسعار شوي شوي على المواطن، أما المواطن والله ما هو قاعد يتحمل بقى في الأسعار، بكفي يعني الحرب علينا وأسعار غالية جدا، حتى بنسأل التجار قال التجار مش منا، المشكلة إنها هي مقطوعة، لما بلشت البضاعة تنزل بدأت الأسعار تنزل في الأسواق. عنب هود، عنب هود، العنب هود يا ولاد، هود والله. احنا من 80 يوم يعني الفواكه بتمرق شي غزة، واليوم لسه اول يوم تمرق مرق، يعني اليوم عندنا هنا عند عبد بارود مرق رمان وبرقان، ومرق في خان يونس اجت جوافة وعنب وتفاح، لسه هاي رايحين نجيب باقي البضاعة، وان شاء الله يعني الناس من فترة طويلة ما شافتش الفواكه والاسعار تكون نازلة عن الاول.